حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بالعناوين. إذن مشاهدينا، الموازنة اليوم أصبحت الكرة التي ترمى بين رفض الديمقراطي لتمريرها بالتعديلات الأخيرة ورغبة الفرقاء بالتصويت عليها، بالوقت الذي تم الاتفاق على فقرات إقليم كردستان بين حكومتي بغداد وأربيل بعد جولات مفاوضات، ويصرح النواب بعدم تبرير موقف البارتي واعتراضه الذي وصف به التعديلات التفاف على الاتفاق المسبق، في حين يشير إلى نظيره الحزب أو حزب الاتحاد الوطني بتدخله في هذه التعديلات وأنها جاءت بعد اقتراحاته على اللجنة المالية وفق ما يراه صحيح وينفع الإقليم. فأصابع الاتهام تشار إلى الاتحاد الوطني، والديمقراطية تعنت في حصوله على حصته في الموازنة وفق رغبات سياسية يراها المراقبون خارجة عن الإطر الدستورية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن مسلسل الإعدامات الذي استأنفته سلطات الرياض قد بدأ بشابين بحرينيين بعد مدة اعتقال لامست حاجز 9 سنوات وبتهمة الانتماء لجماعة متشددة تريد زعزعة استقرار البلدين، غير أن مؤشرات المنظمات الحقوقية تذهب إلى التهم الملفقة بناء على نشاط المغدورين ومناصرتهما لثورة 14 فبراير التي تحاول مملكة البحرين والسعودية وأدها بأي ثمن، غير أن ثوار اللؤلؤة يؤكدون وقوفهم يوميا ضد هذه الانتهاكات التي تحاول ثني هذا الشعب عن حقوقه التي يختطفها النظام بمؤازرة دول خليجية، وزادوا من عتمة الملف الحقوقي. تعاود الخلافات مجددا على تقسيمات الموازنة لتصل إلى اتهام الديمقراطي نظيره الاتحادي بتدخله في شأن التعديلات التي طرأت على الموازنة. أما موقف الديمقراطي تضعفه تصريحات المراقبين التي تقضي بعدم شرعية هذا الاعتراض وعدم توافقه مع بنود الدستور، والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. جدل ولغط برز على الساحة السياسية مؤخراً حول التعديلات التي أجريت في الموازنة العامة التي قضت بتسليم الواردات النفطية إلى البنوك المحلية لدى العراق، وما تبعها من رفض الديمقراطي الكردستاني لهذه التعديلات التي وصفها بغير المنصفة وانقلاب على الاتفاقات السياسية. الحزب الديمقراطي يحوم حول حصة الأسد في الموازنة العامة حتى لو كانت خارج الأطر الدستورية، ليقف عائقا اليوم أمام تمرير الموازنة التي صارت شبحا يهدد حياة المواطن المرتقب لها منذ أكثر من 5 أشهر. يرى المراقبون أن التعديلات جاءت من قبل اللجنة المالية لقطع دابر الفساد والحد من تهريب المنتجات النفطية وعائداتها إلى دول الخارج، بالوقت الذي يصرحون باستخدام البارتي أوراق الضغط على الحكومة الاتحادية للعدول عن الإجراءات التي اتخذت بحق الإقليم من تعديلات وتغيير وفق مواد الدستور. فلم تكن أمام الديمقراطي الكردستاني سوى الرضوخ لما جاء من مواد دستورية قضت بها اللجنة المالية تعديلاً على بنود الموازنة وعدم التنصل منها، بالوقت الذي يرى المراقبون أن هذا الرفض لا مسوغ له لتعارضه مع المواد الدستورية للبلد. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد المحلل السياسي علي فضل الله. أهلا بكم سيد علي، وكذلك ترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي ينضم لنا عبر سكايب. أهلا بكم سيد أحمد، وأبدأ معك أستاذ علي. اللجنة المالية النيابية سوف تجتمع يوم السبت للتصويت على ما تبقى من فقرات الموازنة ومن أجل أرسالها إلى البرلمان، تعتقد فعلا سيتم التصويت على هذه الموازنة بالتعديلات الأخيرة للموضوع بحاجة إلى توافق أكثر؟ شكرا لهذه الاستضافة سيد بشار، تحية طيبة لحضرتك وللضيف الكريم. قانون الموازنة قد يعد هو أهم القوانين السنوية، وخيرا فعلت حكومة السيد محمد شاع السوداني عندما ذهبت إلى تقديم مشروع قانون موازنة لثلاث سنوات حتى نستطيع أن نعالج هذه الفترة، دائما الفترة الزمنية الضائعة من عمر السنة المالية. اليوم احنا في الشهر السادس ولحد هذه اللحظة لم تقرر الموازنة، وهذا الموضوع يسبب برأيي تلكؤ في أولا تنفيذ البرنامج الحكومي المقدم من قبل حكومة السيد السوداني، وكذلك يؤثر على أداء مؤسسات الدولة العراقية ويؤثر مباشرة على حياة المواطن العراقي سواء عبر القطاع العام أو القطاع الخاص. لذلك أنا أعتقد هنالك همة كبيرة لدى اللجنة المالية بمحاولة إنهاء ملف تدقيق قانون الموازنة وتقديمه إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، رغم أن هنالك خلافات، وأكثر الخلافات وأبرزها هو اعتراض الحزب الديمقراطي على بعض المعالجات التي قامت بها اللجنة المالية من خلال بعض أعضاء البرلمان. أنا أعتقد هنالك كان نهايات، ما يسمى بالنهايات السائبة أو العبارات المفتوحة. خيرا فعلت اللجنة المالية عندما أغلقت هذه المواد أو هذه الفقرات من خلال تقنين التسمية أو طريقة وصف المواد في الموازنة. لذلك مبدئيا أنا أتوقع أن هنالك روحية عالية لدى اللجنة المالية وكذلك لدى البرلمان العراقي على التصويت خلال الأيام القادمة على قانون الموازنة العامة. طيب، لكن ما مدى سيد علي إمكانية ائتلاف إدارة الدولة على حسم الخلاف الدائر حول هذه الموازنة والتعديلات الأخيرة ودخولها المجلس النيابي؟ يعني من حيث المبدأ أنا أعتقد أن هنالك أريحية كبيرة جدا. هسه أكو بعض الشخصيات أو حزب معترض على قانون الموازنة، أنا أعتقد هذا الاختلاف لا يفسد حقيقة في الود قضية، ومن المفترض أن تقدم المصالح العامة على المصالح الشخصية. برأيي حتى اعتراض الديمقراطي الآن هو اعتراضات غير قانونية غير صحيحة، ولو جئنا حتى من حيث الدستور والقانون، أنا برأيي الآن الحكومة حكومة الإقليم هي حكومة غير شرعية منتهية الصلاحية، وبالتالي من المفترض أنه يكون هنالك إجراء من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية أو حتى من قبل السلطة التشريعية. على كل حال أتوقع أن هنالك جدية من عموم قوى ائتلاف إدارة الدولة على إقرار الموازنة رغم وجود اعتراض من قبل الحزب الديمقراطي. رحب بك مرة أخرى أستاذ أحمد، ومبررات الحزب الديمقراطي الكردستاني حول نفط الإقليم وإدارته، هل ترونه طبيعيا وتخوف مشروع أم أنه تخوف مبالغ فيه وأنتم شركاء معهم؟ في البداية من حضرتك أستاذ بشار وضيف الكريم مشاهدي قناة الأيام، حياك الله. يعني فيما يخص هذه الجزئية، الاتفاق النفطي عقد في 4 نيسان الماضي، ولكن هذا الاتفاق يعني مثلا وعندما أصبح إدارة الثروة النفطية تدار من قبل شركة سومو أصبحت هناك مشكلة بسبب عدم إمكانية تصدير النفط. لذلك نحن بسبب يعني مثلا يعني حسب الآليات الجديدة تركيا كانت منشغلة بموضوع الانتخابات وغيرها، وأيضا يعني هي تحاول أن تتلافى الغرامة المفروضة التي فرضتها محكمة باريس وأمور أخرى، فهي تضغط على العراق بهذا، لأن نفط إقليم كردستان لا يمكن تصديره سوى عبر ميناء جيهان. وهنا انتبه الأخوة في وزارة النفط، وحتى هذه كانت موجودة في يعني إحدى بنود الموازنة تقول في هذه الجزئية بأنه يمكن إصدار نفط الإقليم أو محاولة استخدامه في الاستخدام الداخلي، وهذه نقطة جيدة للتخلص من الضغوطات التركية. وأيضا هناك وزارة النفط الخبراء يتحدثون عن بحث عن خطوط بديلة وإعادة إحياء خطوط دولية سابقة حتى يكون هناك تنوع لتصدير النفط العراقي ولا تخلص من ضغط هذا الطرف او ذاك.
لذلك نحن طيب. يعني المشكله هنا مع الديمقراطي تكمن على الاخوه في الديمقراطي ان يدركوا ان التباين واختلاف في وجهات النظر لا يعني يعني مثلا نحن نسير بعكس بوصله المصالح الكرديه، واتهام الاتحاد الوطني الكردستاني في موضوع الموازنه والتعديلات وغيرها هذا غير منطقي. يعني التعديلات التي حدثت مثلا الجيل الجديد لهم ملاحظات معينه، الاتحاد الاسلامي وممثلهم في اللجنه الماليه في جزئيه الادخار يعني استرجاع 10% من نسبه الاموال الادخار الاجباري وغيرها، هناك مبالغ متراكمه للموظفين على حكومه الاقليم، لذلك هذا لا يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني. ربما النقطه الاهم وهي كانت احدى اشكاليات عدم التوزيع العادل للثروات في الفتره السابقه هو امكانيه المحافظه ان، وهذه النقطة يعني لن يتم اللجوء إليها إذا كان هناك توزيع عادل، يعني حتى تكون الصورة واضحة. نحن عانينا في الفترة السابقة خلال الأزمة السياسية بيننا وبين الديمقراطي لكن من هذه الجزء. سيد أحمد إذا تسمح لي، عادة الأكراد يجون البغداد متفقين بما يخص موضوعة الموازنة ومتوافقين عليها، شنو سبب الخلاف هذه المرة؟ يعني موافقتكم أنتم على التعديلات الأخيرة بالموازنة هي لمصلحة الإقليم للمصلحة الوطنية لمصلحة حزبية؟ يعني بصراحة نحن سابقا كنا متحدين فيما يخص الملفات المتعلقة داخل الأقليم، وأيضا عندما نأتي إلى بغداد ونتحاور مع أخوتنا، لكن الفترة الأخيرة يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك حالة من المد والجزر في علاقة الحزبين، هذه أثرت وكان واضحة يعني قبل موضوع تعديلات اللجنة المالية ما حدث في برلمان أقليم كردستان والجلسة المشهورة ومحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرض أجندته والخروقات الإدارية والقانونية التي حصلت في تلك الجلسة وإدراج بعض البنود في جلسة مجلس النواب دون حتى موافقة السيدة رئيس برلمان أقليم كردستان. لذلك هذا من الطبيعي عندما تكون هناك خلافات، عندما تكون هناك محاولة لمصادرة إرادة الأطراف الأخرى أن يؤثر ذلك على مجمل الملفات، وكان هذا واضحا. لذلك أنا برأيي لا تزال هناك مساحة اتفاق موجودة، ولكن على الأخوة في الديمقراطية أن يدركوا الاختلاف والتباين في وجهات النظر لا يعني الابتعاد عن البوصلة الوطنية فيما يخص المصالح أقليم كردستان. نحن كلنا يعني يجمعنا الدستور العراقي، لدينا حوارات سياسية، نحن ملزمون الدستور العراقي، ملزمون بقرارات المحكمه الاتحاديه، نتحاور مع شركائنا، نحن لم نذهب نتحاور مع اطراف خارجيه، لدينا تحالف اداره الدوله، قد نتفق بهذه الجزئيه، نختلف في جزئيه اخرى، لذلك ما يجمعنا هي المصلحه الوطنيه العراقيه، لذلك عليهم ان يدركوا ان التباين في وجهات النظر لا يعني الخيانه او هذه الاتهامات التي تاتينا بين فتره واخرى من الاخوه في الديمقراطيه. طيب أستاذ علي، قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة الذي حول حكومة الإقليم إلى حكومة تصريف أعمال، هل ممكن أن يكون قد حجم من لغة الخطاب ذو السقف العالي لأربيل؟ المشكلة أنه في الإقليم يعني تحديدا حكومة الإقليم وتحديدا الديمقراطية باعتبار أن عموم الأحزاب الكردية الآن هي ليست معترضة على كل فقرات الموازنة، بالعكس أن هنالك مقبولية وهنالك تفاؤل وجدناه سواء للشعب الكردي أو للأحزاب الكردية الأخرى، لكن لا. مشكلة الديمقراطية لا زال متعنت، ولغة الحقيقة اللغة العالية والسقوف العالية حاضرة في طريقة التفاوض، مع العلم أن هنالك الآن نقاط ضعف كثيرة جدا تسجل على الديمقراطية. الديمقراطي عليه أن يدرك جيدا أنه الآن هو لا يتفاوض بالنيابة عن كل الأخوة الكرد باعتبار أن هنالك انشقاق داخل الصف الكردي وامتعاض من طريقة إدارة الدولة في حكومة الإقليم. جانب آخر، قرار المحكمة الاتحادية برأيي حقيقة أوصل رسالة خطيرة جدا حتى الحكومة الاتحادية برأيي الآن هي محرجة يعني في موضوع تسليم الأموال باعتبار أن الحكومة الآن حكومة غير يعني أصبحت منتهية الصلاحية، هي حكومة تصريف أعمال لا يمكن إلا فقط موضوع الرواتب، موضوع الاتفاقات وإبرام الاتفاقات أصبح هذا الموضوع في طي النسيان. لذلك من المفترض الآن الديمقراطي أن يتعامل بواقعية لا أن يتعامل باللغة القديمة ويعتقد أن المعسكر الكردي كله يقف بجنب أو بصف الديمقراطي. هنالك اختلال في موازين القوة، هنالك انشقاقات، طيب. هنالك اختلاف حتى حقيقة في وجهات النظر والتعاطي طيب. مع المتغيرات. وفق هذا الخلاف والاختلاف أكو إمكانية عرض الموازنة تحت قبة التشريع وتمريرها بالأغلبية، ما مدى فرص تمريرها بالأغلبية؟
شوف استاذ بشار، انا اعتقد يعني حتى واحده من نقاط الاختلاف او الصوت العالي للديمقراطيه على انه معترض على بعض التعديلات اللي قامت بها اللجنه البرلمانيه، برايي قد تكون هي من باب المناوره. هو يدرك جيدا انه حتى موضوع النسبه اصبح هنالك يعني اعتراض كبير، يعني كثير من نواب الوسط والجنوب قارنوا الكثافه السكانيه وحجم الواردات التي تذهب من الوسط والجنوب باتجاه الموازنة مع التخصيصات المالية، أنه نجد حقيقة غبن كبير جدا. بالعكس إذا قارنا موضوع ما يتأتى من الإقليم للميزانية العامة من الموارد النفطية أو الموارد غير النفطية، نجد أنه حقيقة الميزانية تسجل صفر. لذلك قد تكون حتى هذا الصوت العالي هو من باب الضغط على الحكومة للبقاء على هذه التغييرات، ولا يمتد التغيير إلى تغيير النسبة. لذلك أتوقع أن يكون هنالك تصويت داخل البرلمان للموازنة العامة، ولا يوجد أي حيف أو ضرر على الأخوة الكرد. بالعكس أنا أجد حقيقة النسبة التي خصصت للأخوة الكرد بالعموم يعني هي نسبة تفوق المكون السني والمكون الكردي، إذا ما أخذنا الموضوع بنسبة وتناسب من حيث الكثافة السكانية وقيمة الواردات التي تأتي من الجغرافيا الكردية. طيب أستاذ أحمد، رئيس حكومة إقليم اتهم ضمنا الاتحاد الوطني الكردستاني بمساعدة بعض القوى في إجراء التعديلات والتصويت عليها في اللجنة المالية، وأبدأ أسفه من مشاركة كما وصفها أيادي داخلية في هذه المؤامرة. تعتقد إذا مر هذا الموضوع فوق إرادة الديمقراط الكردستاني ممكن أن يتهدد وجود أو تماسك ائتلاف إدارة الدولة؟ أستاذ العزيز، فيما يخص موضوع المؤامرة وغيرها، أنا قلت لحضرتك في الجزء الأول من حديثي بأننا يجب أن نغادر هذا يعني الخطاب. إذا كان هناك من في وجهات النظر بين الأطراف الكردية، وإذا كانت هناك يعني من يرى أن من مصلحته هذه الجزئية وتلك الجزئية، هذا لا يعني الابتعاد عن الصف الكردي. فلماذا يعتبر تقارب الحزب الديمقراطي الكردستاني وعقد الاتفاقيات مع بغداد انتصار تاريخي، وعندما يحدث أي شيء آخر إرادته يعتبر خيانة ومؤامرة؟ لذلك علينا أن نتخلص من هذا المنطق. نحن يجبنا القانون والدستور. والنقطة أخرى سيدي، الآن أصبحت الأمور واضحة، لا يزال تحالف إدارة الدولة حتى هذه اللحظة متماسك، وموضوع تأجيل جلسة السبت والاجتماع الذي عقد في منزل السيد فؤاد حسين في يوم الاثنين بعد 48 ساعة من تأجيل جلسة السبت وما حدث في تعديلات اللجنة المالية، هذا دليل أن لا زال الأخوة في تحالف إدارة الدولة يحاولون أن يكون التوافق السياسي موجود، أو محاولة الوصول إلى حل مشترك ربما في بعض الجزئيات. ولكن استمرت يعني التباعد موجود، ولم يكن هناك يعني مساحة بينية مشتركة بين تعديلات اللجنة المالية وما تدعو إليه أطراف كردية وخاصة الحزب الديمقراطي. لذلك حسب السيناريو الأقرب يعني سنكون أمام تمرير الموازنة بالأغلبية، يعني هذا حل وارد جدا، يعني في حالة لم يكن هناك الوصول إلى مساحة مشتركة بين الإرادتين الموجودة الآن. أما ماذا ستكون تداعيات تمرير الموازنة بالأغلبية على مستقبل تحالف إدارة الدولة، فهذا السؤال سابق لأوانه، وأنا لا يعني لست مخولا للحديث نيابة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ربما القرار يعود لهم أكثر. طيب أستاذ علي، إن استمر هذا التأخير بقضية الموازنة هل هناك تهديد للتوقيتات المثبتة للبرنامج الحكومي وأولوياته كذلك التي ممكن أن تكون الخدماتية في أولويته، وهذا الموضوع يهم الشعب؟ أحسنت أستاذ بشار، فعلا إذا رجعنا للبرنامج حقيقة اللي قدمته حكومة السيد السوداني، برنامج محكوم بتوقيتات، وبالتالي هذه التوقيتات قد يكون لها ارتداد سلبي في موضوع تأخير إقرار قانون الموازنة. لذلك أنا أجد يعني هنالك ضواغط كثيرة جدا على ائتلاف إدارة الدولة على عموم القوى السياسية، وتحديدا يعني خلينا نكون واقعين وصريحين، الإطار يمتلك أريحية كبيرة جدا لتمرير قانون الموازنة، لكن هو ماضي حقيقة من أجل احتواء كل الأزمات. قوى الإطار لا تريد أن تكون هنالك معكرات أو مطبات سياسية في عمل الحكومة العراقية، وقد يؤثر هذا الموضوع حتى على الاستقرار الداخلي. لذلك قدر الإمكان تحاول قوى الإطار التنسيقي احتواء أي أزمة تنشب في أي جغرافيا من جغرافية العراق، وبالتالي تعمل على تهدئة الأجواء السياسية. برأيي الآن أصبح حاجة ملحة
يعني ضمن الأيام القادمة القليلة من المفترض أن يتم إنهاء جدلية تأخير إقرار قانون الموازنة. أنا أكرر، هذا القانون هو من أهم القوانين العراقية، وهو يمثل عصب أداء الحكومة العراقية، فبالتالي كل المصالح العراقية في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص برأيي متأخرة، خصوصا وأن العراق يعتمد على الاقتصاد الريعي، لذلك أصبح واجب على عموم القوى السياسية إذا كان هنالك اتفاق كانوا بها، وإذا كان بعض القوى معترضة فأنا أعتقد من المفترض أن هنالك أغلبية مريحة داخل البرلمان تسمح بتمرير قانون موازنة. وأعتقد وهذا الموضوع أنا واثق منه حقيقة أن عموم قوى الإطار التنسيقي أصبحت عازمة على إقرار قانون الموازنة في المرحلة القادمة، لكن تمني النفس لا يكون هنالك خلافات في المرحلة القادمة. لذلك إذا ما أصبح أن هنالك إصرار من قبل الديمقراطي بعدم القبول بهذه التعديلات، قطعا المصلحة العامة تحتم على الإطار أن يدير حقيقة وعموم حتى قوى ائتلاف الدولة بإدارة الظهر والمضي بإقرار هذا القانون المهم الذي يشل الآن عمل وأداء الحكومة العراقية. طيب أستاذ أحمد، وفق التعديلات الأخيرة التي أجريت على الموازنة من قبل اللجنة المالية واللي وافقتم عليها أنتم فيها الاتحاد وعدد من الأحزاب الكردية الأخرى، هل تجدون أن هذه التعديلات أو هذه النقاط هي فعلا تشكل رادع للفساد خصوصا بالملف النفطي؟ يعني بعض النقاط بصراحة ممكن، يعني مثل موضوع الادخار الإجباري استرجاع جزء من مبلغ تسبب 10%، هذا يعتبر مؤشر جيد، يعني هناك مبالغ كما قلت للموظفين الأقليم لدى حكومة الأقليم، لذلك هذه نقطة جيدة. يعني مناخ عدم الثقة الموجود، أكون معك صريح، بيننا وبين الديمقراطية في الفترة المقبلة، ونحن هذا لا نتمنى، يعني نحن نحتز بكيان أقليم كردستان، ولكن استمر التوزيع غير العادل للثروة، فنحن في هذه الحالة هناك بند في الموازنة يسمح للتعامل للمحافظات بالتعامل مع الحكومة في بغداد. هذه النقطة يعني تعتبر مثل الضمانة، ليس بالضرورة أن تطبق، لأن هي مرتبطة بكلمة إذا هناك شرط موجود، إذا كانت هناك عدالة في توزيع الثروات، إذا كان هناك تحسن الأداء الحكومي دون التمايز في حكومة أقليم كردستان في تلك الفترة، ليس هناك داعي لهذه النقطة. لذلك بعض النقاط نراها جيدة، وأنا قلت لحضرتك هناك تباين موجود، ما يهم أن نحن مصلحة شعب كردستان، وأيضا هناك في بغداد لدينا رئيس وزراء على رأس الهرم سلطة تنفيذية ينظر بعين أبوية إلى معظم الضياف أو لكل الضياف الشعب العراقي، وهذه مؤشر إيجابي. كنا نتمنى كنا موحدين، لم يكن بحاجة، لو كان هناك الموقف الكردي موحدا لم تكن تحصل المشاكل داخل الأقليم، حتى ضرورات المرحلة الوطنية كانت تتطلب وجود فريق كردي واحد، حتى قرار المحكمة الاتحادية لو كان هناك تسريع في موضوع المفوضية ولم يكن هناك تفرد ومحاولة فرض إرادة حزب سياسي واحد على معظم الأطراف الكردية، كان ربما قرار المحكمة الاتحادية يعني هذا التبديل لم يكن نحسن، كنا نستطيع حسم أمور عديدة، وحتى الوفود التي كانت تأتي إلى بغداد والاتفاقات النفطية أو اتفاقات المقبلة، يعني مثلا قانون النفط والغاز، ستكون أكثر تأثيرا عندما يكون هناك بيت كردي موحد. لذلك أكون معك صريحا، ولا نستطيع أن نخبي هذه الحقيقة عن الرأي العام العراقي، التشتت داخل البيت الكردي أضر الأقليم في هذه المرحلة، وأيضا أرسل صورة سلبية إلى شركان الآخرين في تحالف إدارة الدولة الذي يبحث عن الاستقرار في هذه المرحلة، لأن وجود التحالف إدارة الدولة متماسكا وموحدا هذا سيكون له آثار إيجابية في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي دعا إليه السيد محمد شياع السودان. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر الجزيل لكم وللمحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الملف من الحصاد نرحب سوية بالكاتب والصحفي الأستاذ كامل الكناني بالصوت والصورة من بغداد. أهلا بكم سيد كامل، وأود أن أسألك عن ما يوصف بالإصلاح والتجديد في أسلوب وطريقة الحكم للسعودية ومحمد بن سلمان، ومقابلها مجموعة من الأحكام نفذتها السعودية منذ بداية العام حتى اليوم، ما يقارب 35 حكم بناشطين ومعارضين وغيرهم. هذا الأسلوب في هذه التصفيات السياسية ألا يؤثر على قضية الإصلاح والتجديد بالنظام السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله عزيزي وحيا مشاهديك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة التوقع أن تكون المدعيات الإعلامية للنظام السعودي مدعيات حقيقية فيه شيء من التفاؤل غير الواقعي. صحيح أن الفشل يعلم والأخطاء تعلم، وفشل السياسات السعودية في الكثير من مناطق الدول المنطقة يجب أن تدفعها إلى تغيير سياستها، هذا من الناحية الواقعية. ولكن للأسف لا زالت هذه السلطة في تشكيلاتها العميقة وفي تكويناتها الأساسية لا زالت يعني تقوم بنفس الأدوار وبنفس السياسات التي بنيت عليها المملكة أصلا. المملكة بنيت أصلا على نظام فيه بعد الديني الوهابي، والبعد الثاني البعد العائلي اللي هم آل سعود. هذا البعدين يشكلان هذان البعدان يشكلان القاعدة الأساسية للنظام. لحد الآن للأسف لم يتم الخروج من هذه البوتقة، لا من حيث الانفتاح على الآخر، على الآخر الوطني، على الآخر القومي، على الآخر المذهبي في نفس المملكة، حتى على المستوى العشائري لا زالت السلطة بيد آل سعود بشكل مفرط، وفتاة السلطة يعطى للآخرين الذين يتملقون العائلة. أما الخط الفكري والسياسي فهو لا زال بهذا المستوى من التخلف، بهذا المستوى من الرجعية، بهذا المستوى. وإن شملت التغييرات بعض المظاهر، الانفتاح بعض يعني على يعني مراقص وعلى مهرجانات وعلى احتفالات وعلى كذا، ولكن البنية الرئيسية للنظام لا زالت تقوم على نفس الأفكار، على نفس المبادئ، على نفس المفاهيم. ولذا من كان يتوقع أن هنالك تغيير كبير سيحدث في المملكة يصطدم بهذه السياسات، يصطدم بهذا الانغلاق. لكن إذا تسمح لي قاطعك سيد كامل، يعني مو بس بالسعودية، بشكل عام العرب ليش عندهم صعوبة في قضية الإصلاح؟ إصلاح سياسي، إصلاح فكري، ليش ما موجود إصلاح حقيقي وجاد؟ يعني هذا عائد إلى أصل النظام، يعني كيف يبنى النظام. هذا النظام إذا كان مبني على آليات معقولة من تقاسم السلطة، تشارك السلطة، توزيع السلطة، الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية، ممكن أن يستغني النظام عن وسائل العنيفة والخشنة بالبقاء. ولكن الأنظمة التي يعني لا تمتلك أي رصيد شعبي، لا تمتلك أي رصيد جماهيري، لا تمتلك أي رصيد انتخابي، لا تمتلك أي سياسة ديمقراطية، لا تمتلك أي مشاركة مع جمهورها ومع شعبها، بالتأكيد سيبقى هاجس الحفاظ على السلطة هو الهاجس الأول وهو الهاجس الأهم، وهو الهاجس الذي يعني يخيف ويرعب الحاكم أن يكون هنالك بديل إلى أو معارض إلى. يعني ما تقوم به السعودية لم يصل إلى يعني مستوى فقط إعدام الآخر أو التضييق عليه. يعني قضية خاشقجي لما حدثت، خاشقجي من النظام، من العائلة، من يعني من بنية النظام الرئيسية، وإن اختلف معهم في بعض التفاصيل تم تقطيعه وقتله وإخفاء الجريمة وإنكار الجريمة. حتى يعني حتى أشهر من عملية الاغتيال كانوا ينكرون، كانوا السعودية يقولون خرج من السفارة السعودية في إسطنبول. فإذن هذا الغلو، هذه القسوة في الممارسة مع الخصم قائمة على يعني أساس، وهو أني أنا الحاكم الأوحد ولا بديل غيري، لا يمكن أن يكون غيري، لا يسمح للتفكير أن يكون غيري. والذين يقتلون في السعودية والذين يعذبون ربما على تغريدة في تويتر أو تعليق في فيسبوك، يتم جلدهم ويتم سجنهم ويتم تغييبهم، وتوجد عشرات من النساء المغيبات والمعذبات. فإذن هذا الانغلاق، هذه عدم القدرة على إيجاد
منفذ للآخر، مشاركة للآخر، مساهمة ببناء الدولة، مساهمة بالفعاليات السياسية والثقافية والإدارية في البلد. هذا هو، هذا ديدن الضعفاء، ديدن الأنظمة التي لا تملك رصيد شعبي، لا تملك رصيد جماهيري. ولذا الملاك الأهم في وجود السلطة وقتلها للآخر وإعدامها للآخر هو كونها سلطة غير شرعية، هو هذا الدليل الأوضح، الدليل الأبرز. رحب أيضا بمدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرداوي، ينضم لنا العرادي عفوا، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من لندن. أهلا بك دكتور إبراهيم. وأود أن أسألك عن التهم، بداية التهم المنسوبة إلى الشهيدين الذين أعدمتهم السعودية، وهي الانضمام لجماعة متشددة وإرباك الوضع الأمني للبحرين وللسعودية أيضا. دكتور، ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ تحية لك أخي الكريم والضيف الكريم والسادة المشاهدين الكرام، حياك الله، مرحبا بك. طبعا بن سلمان لا زال يستثمر في دماء البحارنة بعد أن كسر أنفه عبر الحشد الشعبي في العراق وعبر أنصار الله في اليمن. اليوم هو يستقوي على البحارنة كالجبان، ولعله يعني ربما يبين للعالم أنه عنده انتصار نوعا ما هنا وهناك. بالنسبة للشهيدين العزيزين الذين نحر رأسهم محمد بن سلمان، أولا لم يخضعوا لمحاكمة علنية، ثانيا مستوى حتى التهم التلفيقية عندما اختطفوا من الجسر اللي بين البحرين والسعودية، مستوى التهم لا يرتقي إلى أن يصدر ضدهم حكم إعدام. ثانيا منعوا طوال الأشهر الأولى من أي اتصال أو زيارة، بل كانت الأخبار التي تأتي هنا وهناك أنهم تحت التعذيب الشديد، ودائما محمد بن سلمان فقط يعلن عبر وزارة الخارجية أنه تمت الحرابة أو القصاص، لكن لا أحد يدري متى وأين وكيف ومتى دفن يعني الشهيد الذي يذبحه محمد بن سلمان. على سبيل المثال الشهيد نمر باقر النمر إلى الآن لم يسلم جثمانه، هناك مئات لم يسلم جثامينهم محمد بن سلمان. كلها قضايا كيدية يحاول من خلالها تحديدا الهدف السياسي من الإعدام الأخير للشابين صادق وجعفر، صادق تامر وجعفر سلطان، كان أن يرسل رسالة لمحمد بن سلمان: لازلت أنا القوي في الداخل، لازلت أنا من يعني يحارب الإرهاب وغير من الإرهاب. كان إعطاء سمة إرهابيين لهؤلاء الأحبة هدفها تشويه صورة سمعة البحرين، تشويه صورة الشباب الثائر في البحرين والمنطقة الشرقية وكل مكان. هذا هو هدف أساسي. الهدف الثاني يريد بن سلمان، وطبعا هذه عملية اختطاف تمهيدا لإعدامه كانت بالتواطؤ مع حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين، يعني ولعل حكام آل خليفة هم من باركوا ومن أيدوا ومن حثوا النظام السعودي على أن يسرع عملية الإعدام، لأن هذا النظام لا يحترم شعبه، لا يحترم سياسة. لكن إذا تسمح لي سيد إبراهيم، سنوات من الاعتقال لهذين الشابين، يعني كانت فرصة، وقت موجود، لماذا لم يجري التحرك على منظمات دولية لإنقاذهما؟ أنت تتكلم مع السعودية، كل منظمات ممنوعة أن تذهب إلى السعودية. السعودية هي مقبرة حقوق الإنسان والإنسانية. السعودية اليوم فقط فتح جانب فيها تضليلي، وهو جانب الرقص وجانب الترفيه على طريقتهم، وهذه الجوانب الكحول والشرب وغيرها. فالمنظمات لا تأتي، يأتي شخص فقط سنويا، مراسل أمريكي أو شخصية أمريكية مشهورة تدفع له الملايين فقط ليلمع الصورة، صورة النظام السعودي. لكن أي منظمات حقوقية هي لا، يعني لا تأتي إلى السعودية، بالعكس السعودية تهدد هذه المنظمات وتهدد الأمم المتحدة أنها ستوقف دعمها إلى هذه المنظمات. وهذا يجري على كل المحاكمات التي مرت في السابق. لكن اليوم وأنا أقول لك يعني على قناتكم الكريمة، هذا الشاب الأخ، سوف أذكر اسمه، وصل خبر لنا قبل يومين، شاب حسين طلال مرهون من القطيف من أم الحمام، اعتقل 25/9/2019، الآن جرى حكم تنفيذ الإعدام بحقه من قبل المحكمة الوهابية في السعودية. يعني لا ندري في أي يوم يعني ينفذ. وعلى فكرة دائما، وهذا الإخوة حتى القطيفيين تسألهم يعرفون هذا الشيء، الاثنين والثلاثة هي الأيام التي يحبس هذين الشعبين البحرين وشعب الحجاز أنفاسهم، لأن في هذين اليومين بن سلمان دائما
ينحر رؤوس. يعني على مدى تتذكر قبل أشهر نحر تقريبا 40 عالم و40 شخصية شيعية في يوم واحد، هذا محمد بن سلمان. فأنت أمام مجرم، وأنا بقول بكل صراحة كلمة مباشرة اليوم، يعني من استبشر خيرا بالتفاهمات التي تأتي في المنطقة، وهذا الكلام أتفق فيه مع كلام ضيفك الذي الآن يعني تحدث قبلي، التفاهمات التي تحدث في المنطقة وتحديدا التفاهم الإيراني السعودي بين أن شعب البحرين وشعب القطيف هم من يدفعوا ثمنه، لأن بن سلمان تحديدا بعد هذا الاتفاق وبعد مؤتمر جدة قمة العربية، بعد أن خدع الجميع، مارس هوايته المفضلة، واليوم من؟ اليوم يستثمر في الدم البحراني، في الدم القطيفي بشكل علني أمام الرأي العام، لكي يقول أنا انتصرت في هذا الاتفاق. واضح. وكأن نحن كشعوب كباش يعني يعلق الانتصار على رقابنا وعلى دمائنا وعلى أعراضنا وعلى رسالة، لا حماية لشعب البحرين والمنطقة الشرقية غير الله سبحانه وتعالى. دعني أعود مرة أخرى إليك دكتور كامل، لماذا هذا التغييب لملف البحرين عن المحافل الدولية والعربية أيضا، وكان غائبا بشكل 100% في القمة الأخيرة؟ يعني هي المحافل الدولية هي ليست محافل دولية، هي محافل منتمية، والجهة الراعية للمحافل الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمحور الصهيوني الأمريكي هو الذي يسير بسياسة هذه المحافل حيث ما يريد. أي بلد ممكن أن يدان إذا عارض السياسة الأمريكية أو إذا عارض السياسة الصهيونية، وأي بلد ممكن أن يكون حليف وصديق إذا ما كان مواليا لهذا الاتجاه. فالحديث عن محافل دولية بهذا المعنى المستقل والمتصور حديث يعني يحمل يعني سوء فهم. الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وتسوقها بالاتجاه الذي يرضيها، ولولا وجود روسيا والصين في قرارات مجلس الأمن ورفضها لبعض المقررات لكانت الولايات المتحدة الأمريكية تسير بمجلس الأمن مثل أي منظمة محلية صغيرة. الواقع أن هنالك انتماء خارج حدود الإنسانية، أن هنالك قضايا إنسانية كبيرة لا يتم تغطيتها في المحافل التي تسمى دولية بسبب الدور الأمريكي والدور الصهيوني في هذه المنظمات. المنظمات هي عدوة لقضايا الشعوب، يعني اخذ مثلا على سبيل المثال وكالة الطاقة الذرية، وكالة الطاقة الذرية توقع اتفاقات رسمية مع إيران مع الجمهورية الإسلامية بأنها ملتزمة بالشروط، تعبر عن هذا الالتزام بالشروط بفقرات عديدة، ولكنها تتحول حيثما يريد الصهاينة وحيثما يريد الأمريكان إلى وسيلة ضغط على إيران. بنفس الوقت الكيان الصهيوني ترسانة نووية كبيرة جدا، لا يوقع اتفاقات ولا يخضع لتفتيش، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمع تصريحات نتنياهو ويكررها بشأن إيران. فالاعتماد على المحاور المنظمات الدولية والاعتقاد بأنها فعلت ولم تفعل، أنا أعتقد هذا تصور غير واقعي، يجب أن نتخلص من هذا الوهم. المنظمات الدولية أداة بيد أمريكا لتنفيذ بعض السياسات وتغيب قضايا رئيسية في العالم أجمع لمصلحه هذه الـ طيب سيد كامل، يعني المملكه السعوديه شهدت انفتاح كما ذكرنا على البلدان وان كان نسبيا، لكن هذا الانفتاح من ضمنها على الجمهوريه الاسلاميه، لكن هذه السلوكيات التي تتبعها السعوديه وما زالت مصره على الالتزام بها تشير الى معطيات منها، يعني انها قائمه على ابعاد طائفيه. طيب بهالحاله ما ممكن تكون لها ارتدادات دوليه قد تكون معاكسه على السعوديه؟ أنا أعتقد أن يعني حينما يصل الحاكم الطاغية إلى الطريق المسدود، حينما يستنفذ كل خياراته يذهب إلى خيارات العنف. وجود حل لمشكلة البحرين بقوات درع الجزيرة وإدخال القوات السعودية إلى البحرين هذا إعلان واضح وصريح عن الفشل والوصول إلى نهاية الطريق. الذهاب إلى الإعدام وإلى قتل الآخر بحجج وبذرائع واهية هذا إعلان فشل وإعلان الوصول إلى منتهى أو الطريق المسدود. نعم. إحنا علينا أن لا نصدق المزاعم الإعلامية التي تتحدث عن رفاه وعن
تغيير وعن انفتاح. الانفتاح شكلي وخارجي، لا يتناول القضايا الأساسية في البلد، لا يتناول حقوق الإنسان، لا يتناول الحريات السياسية، لا يتناول أي شكل من أشكال الانتخابات، لا يتناول أي شكل من أشكال تأسيس الأحزاب، لا يتناول أي شكل من أشكال السماح للقوى الاجتماعية المؤثرة. توجد قوى اجتماعية مؤثرة سافترض غير الشيعة يعني، ولكن النظام أيضا لا يسمح لها. هم آل سعود هم اللي يحكمون، هم الأمراء، هم المسؤولين، هم الوزراء، وكل من يتخادم أو يخدم هذه العائلة يمكن أن يحصل على منصب هنا وهناك. فإذن الحديث عن الانفتاح في ظل هذه الأجواء تحولوا من التشدد الديني الظاهري إلى الفساد والخلاعة والرقص والخمور وغير، هذا ما يمثل أي شكل من أشكال الانفتاح. طيب. أعتقد تغيير ديكور شكلي لا يخدع الناس، والناس مشكلتهم مو الخلاعة مو الخمر، مو كان خمر ماكو والآن جاء ابن سعود راح يعطيهم الخمر فارتاحوا، مشكلتهم القمع المنظم، عدم وجود آليات لتداول السلطة، عدم وجود حرية للأحزاب. إلى وقت قريب كان المرأة ممنوع تقود سيارة. فإذا هذه التغييرات الشكلية لا تعني أي شكل من أشكال الانفتاح. الانفتاح الحقيقي يتم حينما يعتقد الحاكم أنه مواطن، وأن زملائه وأبنائه وأخوانه المواطنين الآخرين يجب أن يشاركوه في مدايات السلطة، وبذلك تتحول السلطة من سلطة قاتلة إلى سلطة خادمة متعاونة محبة. دعني أعود إليك دكتور إبراهيم. القوانين الدولية تلزم الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام تلزمها بتنفيذ هذه العقوبة على من يرتكب أشد الجرائم خطورة ووحشية، وهي القتل العمد مثلا أو الاغتصاب أو غيره. يعني كيف للسعودية أن تخالف هذه المعايير الموضوعة؟ طبعا السعودية تلتف على كل هذه القوانين الدولية. ربما أكبر تحدي وأكبر أزمة واجهت محمد بن سلمان هي عندما قتل خاشقجي في القنصلية، وثار العالم كله بقضية بثورة سياسية فقط، وبيحاولوا أيضا أن يبتزوا، لأن هذا العالم لا يهمهم لا خاشقجي ولا يهمهم أي إنسان يقتل. كل فلسطينيين كل يوم يقتلون، شباب القطيف يقتلون في كل مكان، في اليمن في كل مكان، ما يهتم. فبن سلمان يحاول فقط أن يصدر نفسه دوليا، لا زال إلى هذه اللحظة كل المناسبات الدولية لا يستطيع أن يحضرها، يعني حديثا في بريطانيا في أمريكا وغيرها، لا زال يعني الدولة العميقة الأمريكية تريد أن تدفعه ثمن باهظ، حتى لأنها تعرف أنه هدفه أن يصل إلى العرش. يعني لا مو مشكلة عنده حتى يذبح أبوه يعني، وهذا تاريخهم هم كله اغتيالات في اغتيالات. فالمجتمع الدولي اليوم ما يتحرك، المجتمع الدولي كله تحركه السياسة. يعني من يدفع اليوم، خاصة اليوم احنا ما نعاني مو محور واحد فقط قاعد يسيطر، يعني هناك اكثر من محور. ففي النهاية احنا في المنطقة في دولنا قدرنا نعيش تحت هذه الحكام المستبدة التي هي اساسا يعني تبين تصدر نفسها أنها راعية لحقوق الإنسان. يعني حمد بن عيسى آل خليفة هذا المجرم في البحرين عند مركز حمل للتعايش، وكل مرة يستضيف البابا، مرة يستضيف لقاء برلمانيين العرب، وكل هذه الشعارات والعناوين اللي يستضيفها هو يمارس ضدها، هو يقتل الناس، يعذب الناس، يهجر الناس، أساسا لا يسمح بالديمقراطية. المجلس النيابي في البحرين معين وكلهم تحت إبط هذا الحاكم، فيعني وهو يقتل ويذبح وقتل الناس وهجر الناس وأسقط جنسيتهم. طيب مقابل هذا دكتور إبراهيم ممكن أن تفلت السعودية إذا تسمح لي سيد إبراهيم؟ نقطة مهمة أريد أعلق. تفضل. وضحت لنا اليوم كشعب بحريني أيضا التشخيص الواضح للاتفاق الإيراني السعودي. الإيراني شريف ومحاور شريف، لكن السعودي النظام السعودي يريد من الاتفاق الإيراني أن يكون له مخرج آمن من اليمن بعد أن كسر أنصار الله أنت محمد بن سلمان في صنعاء. أود لك سيد كامل، هل تعتقد أن السعودية ستفلت من هذه الجريمة كما أفلتت من جريمة خاشقجي وإعدام الكثير من الناشطين الشيعة والبحرينيين وغيرهم؟ يعني أنا أعتقد أن الشعوب تصبر، الشعوب تتحمل، الشعوب تنتظر فرص الخلاص. تصور أن هنالك قوى دولية خارجية تحاسب المملكة العربية السعودية كما يعني شرحت في سؤالك السابق، آمال غير واقعية. الشعب السعودي، الشعب في المنطقة هي التي تستطيع أن تفرض رأيها وتستطيع أن تعاقب هؤلاء
قتلة والمجرمين. انتظار العامل الدولي مضيع للوقت، على القوى الشعبية أن تمارس دورها، أن تمارس ضغطها، أن تحتاج أن تقوم بكل عمليات الاحتجاج الممكنة والمتاحة، ولو أن الأنظمة القمعية عادة تخنق أنفاس الناس، تقلل الخيارات، لا تسمح، ولكن أعتقد أن الصبر والمثابرة والصمود واستمرار الاحتجاجات واستمرار الضغوط يجعل الله سبحانه وتعالى ناصر لهذه الشعوب وتتغير المعادلة على حين غرة. بالتأكيد الشعب البحريني أيضا الذي يعاني من الظلم والقسوة والسلطات الأمنية السعودية التي تمسك بالملف الأمني في البحرين، بالتأكيد أيضا سوف يأتي يوم يحاسبها الشعب ويطيح بها. طيب. هذه سنة الله في خلقه، يعني الشعوب تصبر ولكنها لن تسكت ولن تخضع، وإن شاء الله تعالى ستجد صدى لأصواتها المعارضة وستحاسب هؤلاء المجرمين كما سقطت أنظمة قمعية أشد بكثير من النظام السعودي الآن. الشكر جزيل لكم الكاتب والصحفي السيد كامل كناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر جزيل لمدير المكتب السياسي لائتلاف ثورة 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي، شكرا لكم دكتور، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، إلى اللقاء.